आज हम आप लोगों को कुरान पाक की एक ऐसी सूरह सुनाने वाले हैं जिसको आप सिर्फ एक मर्तबा सुन लेते हैं तो आपका हर एक बिगड़ा काम फौरन बन जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी सूरह है जिसको जिस मकसद के लिए सुन लिया जाए तो वो मकसद वो काम फौरन पूरा हो जाता है। जिस घर में भी इस सूरह को सुना जाता है उस घर में बेशुमार रहमतें और बरकतें होती हैं और उस घर के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक बताला हर परेशानी हर मुसीबत से दूर रखता है। ये कुरान पाक की वो सूरह है जिससे आप अपने बिगड़े कामों को बना सकते हैं। अगर आप लोग इस सूरह को रात को सुनकर सो जाएं तो आपको सुबह तक उस काम को होने की खुशखबरी मिल जाएगी और अगर आप लोग इस सूरह को सुबह को सुनते हैं तो आपका वो काम बन जाएगा, आपको उस काम के पूरा होने की खुशखबरी मिल जाएगी। आप इस सूरह को सुनते सुनते जो भी सोचोगे वो फौरन पूरा हो जाएगा। अगर आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप इस सूरह को सुन लीजिएगा, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। इस सूरह से आपकी हर एक हाजत पूरी हो जाएगी और आपको इस सूरह को पढ़ना नहीं है सिर्फ सुनना है। लेकिन इस सूरह को सुनने की कुछ शर्तें हैं जो आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली शर्त, अगर आप इस सूरह को सुनना शुरू कर दिए हैं तो आप इस सूरह को अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह इस सूरह को सुनने से बिगड़े काम बन जाते हैं उसी तरह से इस सूरह को अधूरा छोड़ने से बने हुए काम बिगड़ भी जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। दूसरी शर्त ये है, ये कुरान पाक की सूरह है। अगर आप कुरान पाक को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। मैं अल्लाह तबारक बताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिन लोगों ने भी इस सूरह को सुना और जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लाइक किया है तो अपनी रहमत से इन लोगों के तमाम बिगड़े कामों को बना दे और इनकी तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कॉमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आपने अपने मकसद को अपने दिल में रख लिया होगा, अब आप बस इस सूरह को दिल से सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। आइए दोस्तों, कुरान पाक की इस सूरह को सुन लेते हैं। اللهم الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات
السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون أعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا والذين هم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضر خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ذلك الولاية لله الحق وهو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما وتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل عليكم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتي هم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم
لمهلكهم موعدا. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آياتنا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا راكب في السفينة خرقا. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني أذرا. انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حفلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويشرك بعبادة ربه جو یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہیں یہ 33 نقش کی سلیمانی انگوٹھی ہے جو شخص بھی اس انگوٹھی کو پہن لیتا ہے کیسے ہی بندش اس شخص کے اوپر کرا دی ہو کیسا ہی جادو اس کے اوپر ہو ہر طرح کی بلا ہر طرح کی مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے کاروبار میں برکت کے لیے گھر میں برکت کے لیے لڑائی جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے بس صرف آپ اس انگوٹھی کو پہن لیں یہ پہننے والے کے نام سے بن کر تیار ہوتی ہے آپ کا ہر ایک بگڑا کام بنتا چلا جائے گا یا پھر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کے لیے بھی اس کو بنوا سکتے ہیں اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں اس کو پانا چاہتے ہیں دوستو آپ جو یہ نقش والی انگوٹھی میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ 33 نقش کی انگوٹھی ہے آپ جس بھی وجہ سے پریشان ہیں جو بھی آپ کی دقت ہے آپ لوگ صرف اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیجئے گا یہ چاندی پر بن کر تیار ہوتی ہے پہننے والے کے نام سے اس انگوٹھی کو تیار کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ تحفہ نوری دیکھ رہے ہیں حضور مفتی اعظم ہند رحم اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تحفہ نوری اس کو آپ صرف اپنے پرس میں رکھ لیں جادو ٹونا سے حفاظت کے لیے گھر میں برکت کے لیے ہر ایک مقصد پورا کرنے کے لیے یہ تحفہ نوری ہے آپ کا کوئی کام بگڑ گیا ہے آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر سے بندش کو دور کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کو اپنے پاس رکھیں یہ چاندی کے ورق پر لکھ کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ کسی بری شے کا سایہ ہے آپ
آپ کے گھر میں کسی نے جادو وغیرہ کرا رکھا ہے تو یہ آیت الکرسی کے نقش کی پٹی بن کر تیار ہوتی ہے، بس آپ لوگ اس کو اپنے گھر میں یا اپنے مین گیٹ پر لگا دیں، آپ کے گھر سے شیاطین بری بلائیں ایسے بھاگ جائیں گی، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کی ہر ایک دقت ختم ہو جائے گی۔ یہ انگوٹھی اور یہ تحفہ نوری اور یہ گھر کے باہر لگانے والی آیت الکرسی کے نقش کی پٹی اور تحفہ نوری کا نقش اس کے نام سے بن کر تیار ہوتی ہے۔ جو بھی اس کو منگاتا ہے، جو بھی پریشان ہے، جو بھی اس کو منگانا چاہے تو ابھی دیے گئے نمبر پر آرڈر کریں، یہ کیش آن ڈیلیوری آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن صرف آپ کو 200 روپے پہلے پے کرنے ہوں گے آرڈر کنفرم کرنے کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں نے اس سورہ کو انشاءاللہ تبارک بتعالیٰ پورا دھیان سے سن لیا ہوگا۔ میں اللہ تبارک بتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا، یا اللہ جتنے لوگوں نے بھی اس سورہ کو سنا اور جو لوگ بھی کسی وجہ سے اس سورہ کو نہیں سن پائے تو اپنے کرم سے ان لوگوں کے جائز بہ نیک مقصد کو اپنے محبوب کے صدقے اور اس سورہ کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے، اور ویڈیو شیئر ضرور کریں۔